السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا بكم في الحلقات ديال الشرح ديال لي في دو كوميرس. كما تبعتوا معنا شفنا لا كرياسيون ديال لي في دو كوميرس، شفنا كيفاش كنديرو لا كونطابليزاسيون ديال لوندوسمون ديال لي في دو كوميرس، شفنا لي سكونت وشفنا لونكيسمون. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو البوا الاخرى اللي هي لانسيدونس دو بيمون دي في دو كوميرس. نتعرفوا شنو هو هاد لانسيدونس دو بيمون وكيفاش كدار لا كونطابيليزاسيون ديالو وشنو هما لي كا لي كاينين ولا لي كا بوسيبل. نبداو على بركه الله في لانسيدونس دو بيمون دي زيفي دو كوميرس. بالنسبه لي في دو كوميرس، كما قلنا في دو كوميرس هو واحد الموين دو بيمون. هاد الموين دو بيمون ماشي اترن، يعني هي ماشي هي افو، هي اترن يعني عندها واحد لا دات دي شونس. ملي كتوصل هذيك لا دات دي شونس بعض المرات كيوقعوا مشاكل ان لو تيري لو تيري ولا لو سوسكريبتور ديال لي في دو كوميرس ولا لو بي ا اوتر ما كيقدرش يخلص لو سون في الشونس. يعني ملي كتكونش القدره ديال الخلاص في الشونس، يعني لانسيدونس دو بيمون دي زيفي دو كوميرس، يعني خاصنا نديرو حلول ديال هاد لانسيدونس دو بيمون. بالنسبه لهاد الحلول اللي كاينين، كاين عندنا لا بروغراسيون دو ليشيونس، يعني هذاك لا دات دي شونس ملي كتوصل لا دات دي شونس كنزيدو نبعدوها واحد شويه، حيت هذاك لو تيري ولا لو سوسكريبتور ديال لي في دو كوميرس ما قادرش انه يخلص، ما قادرش انه يخلص هذاك ما قادرش يخلص لو سوم في لي شونس. يعني ملي ما كيقدرش يخلص لو سوم في لي شونس، هاد الحل اننا كنزيدو من لا دات ديال لي شونس حتى لواحد لا دات اخرى، يعني كنديرو التمديد ديال التاريخ ديال الاستحقاق. والحل الثاني هو لافونس ديال لافوند، حيت هذا الحل ديال لا بروغراسيون ديال لي شونس ماشي ديما كيكون حل، حيت هنا كنقولوا ان غادي نزيدو في لا دات دي شونس. مثلا عندنا لا دات دي شونس هي هذا الاخر ديال الشهر، كنزيدو لها كيوصل الاخر ديال الشهر وكنزيدو واحد الشهر اخر ديال لي شونس. ولكن هذا لو كان ماشي ديما بوسيبل. علاش ماشي ديما بوسيبل؟ حيت لي في دو كوميرس كدير ليه لوندوسمون، كدير ليه لي سكونت. بعض المرات هذاك لي في دو كوميرس ما تقدرش دير ليه انولاسيون ودير واحد تكري واحد لا ليغ دو شونس واحد لا نوفيل ادا دي شونس. علاش ما يمكنش؟ حيت ما يمكنش، حيت هذاك لي في دو كوميرس راه ديجا دار ليه لونكيسمون، مش لي لونكيسمون عفوا، ديجا دار ليه لي سكونت ولا دار ليه لوندوسمون. يعني لا بروبريتي ولا اللي كيستحق ديش الفلوس كتبدل، يعني هنا ما كتكونش القدره. انا اش كيديروا؟ اش كيدير هذاك الفورنيسور؟ كيفيرسي واحد لو فوند، يعني كيعطي الفلوس للكليون ديالو، كيعطي الفلوس باش انه يقدر يدير كري عليه واحد لي في دو كوميرس جديد. سي بون. وكاين طريقه اخرى هو لو ريفيز دو غير سون انجاجمون، لا غادي نشوفهم ان شاء الله كل واحد فيهم بالديتاي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لا بروباغاسيون دو لو طون، يعني ديال لي شيونس، نشوفو كيفاش كدار وكيفاش كدار لا كونطابيليزاسيون ديالها. في هاد الحالة شنو كيوقع؟ كتكون عندي لانتربريز، اكيد كيكون لو كونطابل ولا لو ديريكتور اللي كيتكلف بهاد لي زوبيراسيون ديال لو بيمون. اللي كتكون عند واحد لانتربريز كبيرة كيكون عندها واحد ديبارتمون ديال لي كونطابيليتي اللي كتكلف بلا كونطابيليتي ديال لانتربريز. لانتربريز كتكون جدات واحد لي في دو كوميرس، يعني دات واحد لوبيراسيون ديال لو فونت وتخصص باغ افي دو كوميرس، وكيكون عندها لو كليون ديالها اللي بعت ليه هاد لا مارشانديز ولا المهم بعت ليه شي حاجه كيف ما كانت بعت ليه. المهم دارت واحد لو فونت، بعت ليه لهاد لو بيرسون لو كليون ديالها وعطاها واحد لي في دو كوميرس. نورمالمون نهار لي شونس شنو كيوقع؟ لانتربريز ان هاد لانتربريز الاولى هو اللي كيدي لي في يتخلص فيه نهار لونكيسمون، كيمشي يتخلص يما ديريكتومون عند الكليون ديالو، و يمكن يكون كليون لا فورنيسو على حسب واش عندنا لي تقدر شونج ولا عندنا لو بي ا اوردر. الباقي ما فهمش مزيان شنو هو لي تقدر شونج ولا لا بي ا اوردر، رجع للفيديو الاولين باش يفهم مزيان الفرق ما بين لا بي ا اوردر و لو بي ا اوردر و لي تقدر شونج. نورمالمون نهار لونكيسمون لانتربريز كتدي هاد لي في دو كوميرس اما كتدي عند لا بنك ولا كتدي عند لو تيير باش تصرفو وتشد الفلوس ديالها. هنا لا، هنا هذاك لو كليون هو اللي كيجي لانتربريز، كيجي لانتربريز باش يطلبها، عفوا كيجي لانتربريز باش يطلبها. يعني كيمشي عند لانتربريز كيقول لها لانتربريز خاص انا ما نقدرش نخلصك في لي شيونس
ما قدرش نخلصك في الشانس، خلصك ساعتين واحدة ده دي شانس جديدة، يعني واحدة ده دي شانس أخرى، حيث ما عنديش القدرة أنني نخلصك في لي شانس. كيديروا لانولاسيون ديال لي في دو كوميرس، هذاك لي في دو كوميرس القديم كيديروا ليه لانولاسيون، كيحيدو بحال ما كانش، وكيديروا لي كرياسيون ديال واحد لي في دو كوميرس جديد، وهذاك لي في دو كوميرس جديد كتكون فيه واحد دي شانس جديدة اللي غادي يقدر يخلص فيها لو كليون. هنا كيمشي عند لانتربريز كيطلب منها كيقول لها تانولي لي في دو كوميرس القديم، وكيديروا لها لانولاسيون. ابري كيديروا لا كرياسيون ديال واحد لي في دو كوميرس جديد بواحد لا دات دي شونس جديده. كيفاش كدير لو تريتمون كونطابل هاد العمليه؟ كيفاش كدير لو تريتمون كونطابل ديال هاد لي في دو كوميرس؟ عندنا تريتمون كونطابل كاين عندنا شي لو فورنيسور وشي لي كليون. شي لو فورنيسور اشنو كدير؟ اول حاجه كنديروها كاين في هاد الحاله في هاد جوج ديال لي زيتاب، كاينين جوج ديال لي زيتاب. ليتاب الاولى هي انالولاسيون دو لونسيان افي، يعني هذاك الفي الاول كنديروا له لونسيون، ابري كنديروا لا كرياسيون ديال لو نوفيل افي كما قلت لكم. هنا نورمالمون هاد لو بيرسون كيجي عند لو تيير اشنو كيقول ليه؟ كيقول ليه خاصنا نديروا لانولاسيون ديال الفي القديم باش نكري واحد الفي جديد، حيت انا ما نقدرش نخلصك في هاد لي شيونس. كيديروا لانولاسيون ديال لي في دو كوميرس اونسيان يعني القديم، ابري كيديروا واحد لي في دو كوميرس جديد. هنا هاد العمليه كتبان عندنا في لا كونطابيليتي على هاد الشكل، عند لو فورنيسور كاين لي طاب الاولى اللي هي لانولاسيون دو لونسيان اي في، يعني هاد لونسيان اي في كنحيدو وكنديرو واحد لو نوفيل اي في، يعني لا كرياسيون ديال واحد لو نوفيل اي في. بالنسبه لي طاب الاولى شنو كنديرو فيها؟ كنديرو في الدي بي الكونت ديال الكليون، كنديرو في الكريدي الكونت ديال الكليون اي في او سوفوار باش نديرو لانولاسيون ديال لي في، حيت الا بغينا نديرو لا كرياسيون ديال لي في هو لانفيرس ديال هاد لي كرياسيون. كنديرو في الدي بي لي في كليون اي في او سوفوار، كنديرو في الكريدي الدي بي باش نديرو لانولاسيون، كنديرو لانفيرس. من بعد ليطاب الثانيه كنديرو لا كرياسيون دو نوفيل اي في، كنديرو واحد لو في جديد. انا باش نديرو لي في جديد كنديرو في الدي بي كليون اي في او سوفوار، و كنديرو في الكريدي كليون. نورمالمون في الكرياسيون عاديه يكون عندي في الدي بي كليون اي في او سوفوار، وفي الكريدي كليون. دابا هاد الكليون خاصو يخلص شي حوايج اخرين، حيت هذاك لانتربريز ما غاديش دير ليه تزيد ليه في لو شونس فابور في الدومين دو ديال لو كوميرس ولا الدومين ديال لي زافير، ما كاينش حتى حاجه فابور. يعني هاد لو كليون اللي ما قدرش يخلص في لو شونس ما كيخلصش في لو شونس، كتعطي لانتربريز واحد الفي جديد وبواحد لو شونس جديد، ولكن خاصو يخلص دي زانتيغي، يعني خاص الفائده على هذاك لو غوطاط، خاصو يخلص دي دغود انغوجيستخمون اي دي تامبر الا كاينين في التمرين، خاصو يخلص لي فري دو بوستون اللي عندك في التمرين، وخاصو يخلص لا تي فيا، وخاصو يخلص لا تي فيا سوغ لي زانتيغي. سي بون، هذا من جهه ديال لو فورنيسور، من جهه عاوتاني ديال لو كليون، من جهه ديال لا كونطابيليتي ديال لو كليون. كاين عاوتاني جوج ديال لي زيتاب. ليتاب الاولى كما قلنا هي لانولاسيون دو لونسيان ايفي، يعني كنديرو لانولاسيون ديال لونسيان ايفي باش نديرو لانولاسيون، كنديرو في الدي بي فورنيسور ايفي ابي، وكيكون عندي في الكريدي فورنيسور. نورمالمون ملي كنديرو لا كرياسيون ديال لي في شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي في الدي بي فورنيسور، هاد الدي بي الفورنيسور كيمشي للدي بي، وبالنسبه فورنيسور ايفي ابي كيكون عندي في الكريدي في لا كرياسيون ديال لي في. دابا ملي بغيت ندير لانولاسيون غادي ندير لانفيرس ديال ليكريتور، يعني غادي نرد ايفي فورنيسور ايفي ابي للدي بي، ونرد فورنيسور الكريدي. هنا درنا لانولاسيون ديال اونسيان ايفي. دابا غادي نديرو ليطاب الثانيه اللي هي لا كرياسيون ديال نوفيل اف. نورمالمون ملي كيكون عندي ندير واحد لا كرياسيون ديال الاف عادي، كندير في لو فورنيس في الدي بي فورنيسور، وكندير في الكريدي فورنيسور اف ابي نورمالمون. ولكن دابا كاين عندي لي شارج اخرين بحال لي زانتيري لو دو غودون انريجستمون كما قلنا، لي فري دو بوستو ولا تي فيا ريكوبيرابل سور شارج. هذا من الجهه ديال لو كليون. دابا نشوف واحد ليكزيرسيس، نشوف واحد ليكزامبل باش تفهموا كيفاش كدير هاد العمليه. اكزامبل، عندنا هاد ليكزامبل، عندنا في 20 جانفي 2005 الي بريفوا سون فورنيسور عادل كيلي اوبرا ابيير ا ليشيونس، خاصو يخلصو في واحد ليشيونس ديال 29 واحد 2015 لو تريت نيميرو 75 دو، شحال القيمه ديالها؟ هي 14000، يعني 14000 درهم.
كي اديل فيان تيغي سور لوي، يعني اديل كان دار هاد لا ليتر شونج اي لو دوموند دو روبور دو شيونس افان دو فيفري. يعني قال لي اودي ملي وصلت هذيك لا شيونس قال لي اودي ما نقدرش نخلصك، خاصك دير لي واحد لي شونس جديد اللي هو لو فان دو فيفري، يعني الاخر ديال فيفري عاد نخلصك. وفي 22 جوج 2015 عادل اكسبت هذه العمليه، حيت لو فورنيسو عنده الحق يدير لاكسبتاسيون ولا ما يديرش لاكسبتاسيون، يقول له ودي درت معاك لي شونس خاصك تخلصني، وكي تكون الا ما خلصوش كيتبعوا قضائيا. ولكن الا كانت عند بيناتهم واحد العلاقه وبغى يصبر ليه بواحد لي شونس جديد وخلص دي زانتيغي سا مارش. يعني هنا عادل دار لاكسبتاسيون ديال هاد لو نوفيل ليتر دو شونج لي في المونطو ديالها اوغمونت. شحال زاد لو مونطو ديالها؟ زاد بدي زانتيغي، يعني خاصو يزيد يخلصو دي زانتيغي. وشنو يخلصو اخر؟ يخلصو دي زانتيغي ويخلصو لا تي في على لي زانتيغي، ويخلصو لي تي في على لي زانتيغي. نشوفو لا كوريكسيون. انا في لا كوريكسيون اول حاجه كنحسبو لي زانتيغي. لي زانتيغي باش نحسبوهم كنستعملو ماتيماتيك فينونسيير اللي تقراوها ان شاء الله في الجبر في الاخر، حيت عندكم الجبر اي ماتيماتيك فينونسيير. انا نشوف كيفاش نحسبو لي زانتيغي. لا كالكول دو لانتيغي دو غوطا ديال التاخر. اشنا اول حاجه كنحسبوها؟ العدد ديال لي جور، شحال من نهار تاخر عليا. عندنا باش نحسبو شحال لي جور، عندنا شهر واحد شحال تعطل فيه؟ واحد النهار، واحد جوج يومين، حيت لي شيونس هو 31 و 29، يعني عندو 31 ناقص 29 تعطينا يومين، زائد فيبريي كله اللي فيه 28 كما كتعرفوا شهر جوج فيه 28 جو، يعني درت التوتال تعطيني 30 يوم. كنحسب دي زانتيغي. باش نحسب لي زانتيغي هو لا فالور ديال اللي فيه فوا لو طو فوا لو طو فوا 30 مقسومة على 336000. على درت انا 36000 نورمالمون خاصني ندير شحال؟ شحال خاصني ندير؟ ندير 30 مقسومة على 360. ولكن عندي هنا نورمالمون شحال خاصني ندير؟ عندي 9%، ما غاديش نكسب 9%، نورمالمون خاصني نكسب 0.09. يعني عوض ما نكسب هنا 0.09 كنخلي هنا 9 وكنضرب لتحت هنا في 100 اللي كتعطيني 36000. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في لاماتيك في لاماتيماتيك فينونسيير اللي هو انتيغي سامبل. كنحسبوها على هاد الشكل، كتعطيني الانتيغي ان الانتيغي كيساوي 105 درهم. وكنحسبو لا تي في على الانتيغي. تي في كتعرفو تحسبو لا تي في، عندنا لو مونط اوغ تاكس ديال الانتيغي هو 105 درهم، كنديروها فوا 20% اللي هي 0.2 لا تعطيني في الانتيغي 21 درهم. دابا نديرو لونجستخمون كونطابل، عندنا الانتيغي وعندنا لا تي في، يعني نقدرو نديرو ليكريتور كونطابل. بالنسبة شي لو تيغور، لو تيغور يعني لو تيغور اللي هو اللي دار لي في لو تيغور هو اللي كيدير لا ليتر دو شونج. وعلاش كيدير لا ليتر دو شونج؟ حيت هو كيبيع لواحد لو كليون، واحد لو كليون كيبيع ليه، كيبيع ليه وكي يخرج ليه واحد لي في دو كوميرس باش يخلصو في الاخر. حيت كيما قلنا لا ليتر دو شونج شكون اللي كيديرها؟ كيديرها لو فورنيسور هو اللي كيكتبها. لو بي ا اوردر كيكتبو لو كليون، سي بون. شي لو تيغور اول حاجه كنديروا لانولاسيون ديال لي في دو كوميرس. غنديروا امتى دارت لانولاسيون ديال لي في دو كوميرس؟ نهار كتكون لاكسبتاسيون، يعني نهار يكون لو تيغور اكسبتي، هذاك النهار فاش كتكون عندي لانولاسيون ديال لي في او لا كرياسيون ديال واحد لو نوفيل اي في. يعني كما قلنا في لانولاسيون كيكون عندي كليون في الديبي، وكيكون عندي اي في كليون اي في ا ريسيفوار في الكريدي بالنسبه لي نيمورو دو كونت ديالهم كليون 34 21 و كليون اف ا ريسيفوا 34 25، ونحط لو مونطون ديال لي في دو كوميرس اللي دارت ليه لانولاسيون، ونحط لي بيلي لانولاسيون دو لي في دو كوميرس نيمورو كنحط لو نيمورو ديال لي في. ابري كنمشي نفس لا دات كندير لا كرياسيون ديال واحد لو نوفيل اف اي. بالنسبه لا كرياسيون ديال لو نوفيل اف اي اشنو قلنا؟ كنديرو في الديبي كليون اف اي ا ريسيفوا، وكنديرو في لي كريدي كليون مع لانتيغي مع لا تي في. بالنسبه للنيمو دو كونت ديال كليون 34 21، لانتيغي يعني هنا كيكون عندي واحد لانتيغي بحال واحد البرودوي، يعني غيكون في لا كلاس 7 اللي هو لو كونت 73 81، و ايتا تي فيا فاكتوري اللي هي 44 55، وبالنسبه كليون اف او سوا راه 34 25. بالنسبه لشنو هما لي مونطو اللي غنحطهم؟
بالنسبة كليون يفي او سوفا ما عاديش يبقى 14000، غادي يولي 14126. مين جاتنا هذيك 126؟ هذيك 126 جات من 14000 ديال الكليون زائد لي زانتيغي وزائد لا تي في، يعني كنزيد ليه لانتيغي وكنزيد ليه تي في فاكتوري، لانه الكليون خاصو يخلصهم. غاز عطينا كليون الفا اوسوفا اللي تساوى 14126 درهم هنا في الجهه ديال لو تيغور. وبالنسبه لو تيغي، كنديرو هنا لا دات ديال لانولاسيون. بالنسبه لا دات لانولاسيون كنديرو في الدي بي فورنيسور اف اي بي، وكنديرو في الكريدي فورنيسور كما شفنا في الكور. بالنسبة للنيمو دو كونت عندنا فورنيسور إيفي أبي هو 44 15، و لو فورنيسور هو 44 11، و نحطو لو مونطون ديال ليفي. أبخي كنمشيو نديرو لا كرياسيون ديال لو نوفيل إيفي. بالنسبة لهاد لا كرياسيون ديال لو نوفيل إيفي كندير في الدي بي، كندير في الأول، بعد هنا لانولاسيون ديال ليفي في لي بيلي. و بالنسبة لا كرياسيون ديال نوفيل إيفي كندير في الدي بي فورنيسور، او في الكريدي عفوا في الدي بي كندير عاوتاني انتيغي بانكير سور لي زوبيراسيون دو فينانسمون، او كندير ايتا تي فيا ريكوبيرابل سور شارج، او في الكريدي كندير فورنيسور اي في ابي. بالنسبه للنيمو دو كونت عندنا فورنيسور هو 44 11، انتيغي بانكير هنا الانتيغي كيكون بحال واحد لو شارج ماشي بحال لو برودوي، كيكون واحد لو شارج اللي هو 43 11 5، وواحد لا تي في ريكوبيرابل سور شارج، يعني واحد لا تي في تخلصها لانتربريز اللي هي 34 55 2. وبالنسبه فورنيسور اف اي بي اللي هو 44 15، ونحطو لي مونطو ديال لو فورنيسور غتكون فيها ديك 14000 اللي كيتسالها لو كليون. وبالنسبه للانتيغي اللي خاصنا خاص لانتربريز تخلصو اللي هي 105، ولا تي في اللي خاصها تخلصها، تجمع هادشي كلشي لا تخلصو في الشيونس جديد، يعني اللي في الجديد ديالها القيمة ديالو 14126، اللي خاصها تخلصها في الشيونس ديال لي في دو كوميرس. غنكونو سالينا هاد البارتي ديال اليوم، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي باش نكملو في هاد لانسيدونس دو بيمون ديال لي في دو كوميرس. بون كوراج، الله يعاونكم، كنتمنى انكم فهمتو. اللي عنده شي كيسيون ولا شي سؤال يحطو في الكومنتير، ولا تواصل معنا في لاباج فيسبوك، حنا معاك. بون كوراج.